بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة هنتكلم فيها على الهيت ترانسفير. الهيت ترانسفير بيحصل بثلاثة ميكانيزمز، بثلاث طرق. أولا هيت ترانسفير باي كوندكشن، وهيت ترانسفير باي كونفكشن، وباي راديشن. واحنا إن شاء الله النهاردة هنبدأ بالهيت ترانسفير باي كوندكشن. على فكرة في الهيت ترانسفير بروبلمز، سواء كانت كوندكشن أو كونفكشن أو راديشن، لازم بيكون عندك you must have a source, a sink, a medium that transfer the heat. يعني لازم يكون عندك مصدر حراري ومصب للحرارة تتصب فيه، وميديم ينقل الهيت من السورس للسينك. الميديم ده الوسط اللي بينقل الايه الهيت. قلت لك زي سواء باي كوندكشن او كونفكشن او راديشن. Let us begin with heat transfer by conduction. نبدأ بالheat transfer by conduction. حاجة أقول لك عندي هنا رد. الرد ده سلندر، من الشمال حاطط heat source اللي هو شمعة، من اليمين حاطط heat sink مصب حراري اللي هو الهواء، وطبعا الهيت فلو في هذا الدايركشن، وهنعرف يعني ايه كي دوت بعد كده. يجي يقول لك حاجة، طيب يبقى الهيت بتدخل من الشمال بتطلع من اليمين، كان ممكن الهيت تطلع من الجوانب كمان، يعني الهيت يبقى ليها مدخل ومخرج 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 من الجوانب للهواء المحيط بالسلندر. بس على فكرة لازم تعرف ان انا عندي heat transfer في one direction، وده الرولز اللي بتحكمه سهلة وبسيطة، والبروبلمز كمان اللي عليه بتبقى سهلة ويمكن حلها. عندي كمان بروبلمز heat transfer في two directions، دي بتبقى صعبة والرولز بتاعتها صعبة. وعندي كمان heat transfer في 3 dimensions، ودي بتبقى أصعب وأصعب، والبروبلمز بتاعتها والرولز بتاعتها في غاية التعقيد. ولهذا السبب خلال الترم ده إن شاء الله مش هندرس إلا فقط heat transfer في one direction. وعلشان أضمن إن الهيت بيحصلها ترانسفير في وان دايركشن، جيت عملت على الجوانب ثيرمال انسيوليشن، عملت عزل علشان تبقى بروبلم سهلة أقدر إن أنا أدرسها. طيب عندي هنا السورس بيطلع هيت، يعني بيطلع انرجي، بتتنقل الانرجي خلال الرد، او قول خلال السلندر، ما هو الرد ما هو الا سلندر، الى ان تصل في الهواء تتصب الانرجي في الهواء وتفقد للايه للهواء. تمام، سيتا 1 وسيتا 2 هنجيلهم بعدين. is transferred by conduction in the shown rod in the axial direction. الاتجاه ده بسميه اتجاه axial direction، لأنه في اتجاه axis، في اتجاه محور الاسطوانة. تمام، عايز بقى أعرف إيه الميكانيزم اللي بيحصل بيه الهيت transfer by conduction. الشمعة دي بتطلع energy، الانرجي دي بالتلامس بتوصل للموليكيول اللي هنا، أول موليكيول من الرد. الموليكيول ده الجزيء ده يبدأ يعمل فايبريشن، يبدأ يتذبذب بالإنرجي اللي جاياله، فلما يتذبذب يصطدم بالموليكيول اللي جنبه فيخليه كمان يتذبذب يعمل فايبريشن، يصطدم باللي جنبه يعمل فايبريشن، يصطدم باللي جنبه يعمل فايبريشن. يبقى الانرجي بتتنقل مع الفايبريشن دي، او خلينا نقول اللي بينقل
الانرجي هو انتقال الفايبريشن من الطرف الساخن للطرف البارد. طبعا تلاحظ ان الموليكيول ما بيسيبش مكانه، ما بيتنقلش من الشمال لليمين، ما بيعملش ترانزيشنال موشن، لكنه جاست بيعمل فايبريشن، فايبريشنال موشن، بيتذبذب فقط، ويخلي الموليكيول اللي جنبه عشان بيتصادم معاه يعمل هو كمان الفايبريشن والفايبريشن. تمام؟ يعني لو سألتك دلوقتي مين الانرجي كارير، مين اللي بيحمل الانرجي، هل هو الموليكيول؟ لا، الموليكيول ما بيحملش الانرجي ويسيب مكانه، الموليكيول بيعمل فايبريشن في مكانه. يعني الانرجي كارير اللي بيحمل الانرجي هو الفايبريشن، الفايبريشن هي الانرجي كارير، وبتنتقل الفايبريشن من الشمال لليمين. تمام؟ بيقول لك the heat source causes molecules of the rod to vibrate faster. تمام؟ these vibrating molecules collide with their neighboring molecules. يعني ال vibrating molecules دي، الجزيئات اللي بتتذبذب دي، بتتصادم مع المولكيولز اللي هي جنبها اللي جارتها يعني. تمام؟ making them also vibrate. طبعا في الجزء ده في حاجة مش دقيقة أنا قلتها، أنا قلت السورس بيطلع هيت، والهيت دي بتخلي المولكيول to vibrate، يتذبذب. هو already كان بيتذبذب قبل ما أحط الشمعة، كان بيعمل vibration، بس الانرجي اللي وصله له من الشمعة بتخليه يعمل الفايبريشن أسرع وبأمبليتيود إلى حد ما أكبر شوية. كويس؟ وتنتقل الفايبريشن زي ما قلت من الشمال لليمين. لكن على فكرة أي سوليد في الدنيا سواء سخنته ما سخنتهوش في الروم تمبريتشر أو في أي تمبريتشر، لازم الموليكولز بيحصل لها أو بتعمل فايبريشن. كل ما عطيتها انرجي الفايبريشن تبقى اسرع، والامبليتيود بتاعت الفايبريشن الى حد ما تزيد. تمام؟ طيب اللي انت لازم تتاكد منه حاجه، ان الفايبريشن للموليكيول الاولاني ليها امبليتيود معينه، عمر الموليكيول اللي جنبه ما هيبقى ليه نفس الامبليتيود، ولا اللي جنبه نفس الامبليتيود. كل ما هتحرك يمين كل ما سعة الذبذبة amplitude يعني سعة الذبذبة تقل. استحالة الموليكيول الأولاني هيتذبذب بنفس السرعة ونفس الامبليتيود زي الموليكيول اللي جنبه. أكيد الموليكيول اللي جنبه هيعمل vibration بسرعة أقل وبسعة أقل. تمام؟ وكل ما اتحركت كده كل ما الموليكيول بقى أقل في السرعة وأقل في الامبليتيود. تمام؟ These vibrations of molecules transfer through the rod. ال vibrations دي بتنتقل خلال الرد، carrying معاها، شايلة معاها الهيت from the source to the sink. هو ده الميكانيزم اللي بيتم بيه الهيت ترانسفير. هتقولي طيب in metals free electrons move randomly. This can transfer heat from one part of the metal to another. تمام؟ يعني في الميتلز، في الميتلز بيبقى عندي ميكانيزم تاني. الميكانيزم ده ناتج عن وجود الفري إلكترونز. الفري إلكترونز لا تتواجد إلا في الميتلز، وهي فري. Randomly move في أي direction. وشيء ممكن تنقل الهيت من بارت الايه لبارت، يعني بالظبط كده. في الميتلز عندي تو ميكانيزمز، الميكانيزم الاولاني اللي هو الفايبريشن وانتقال الفايبريشن دون انتقال للموليكيول، الميكانيزم الثاني عن طريق الفري الكترونز بتحمل هي كمان الانرجي من مكان لمكان
بينما في النون ميتالز ما عنديش إلا ميكانيزم واحد اللي هو الفايبريشن بتاعة الموليكيولز وانتقال الفايبريشن دي. علشان كده الميتالز تعتبر جود كوندكتورز بينما النون ميتالز تعتبر باد كوندكتورز، لأن الميتالز بتعتمد على طريقتين لنقل الهيت عن طريق ذبذبة الموليكيولز وكمان عن طريق الفري إلكترونز اللي بتتحرك عشوائية وبتنقل معاها الانرجي من بارت الاي لبارت. تمام؟ لاحظ حاجة في الكوندكشن، الموليكيولز ما بتتحركش من نقطة لنقطة زي ما انا قلت، لكن اللي بيتحرك هو الفايبريشن، هي اللي بتتحرك وبتاخد معاها او بتحمل معاها الايه الانرجي. طيب نيجي بقى نتكلم على فورير رول. فورير رول ده الرول الاساسي اللي بيحكم الهيت ترانسفير باي كوندكشن. ده اساس الهيت ترانسفير باي كوندكشن، وهو رول جنرال. هنعرف بعد كده ليه بسميه رول جنرال. اولا دي كيو باي دي تي. اولا دي مش هيت، دي هيت ريت، يعني الهيت كل 1 سكند. rate of heat transferred by conduction، يعني الهيت اللي بتتنقل بالكوندكشن كل ثانية. تمام؟ أنا باختصار بسميها كيو دوت. الاسم الأساسي بتاعها دي كيو باي دي تي، انرجي على تايم، جول بير سكند. أنا اختصارا بسميها كيو دوت. دي الهيت اللي بيحصلها ترانسفير زي ما قلت بالكوندكشن كل 1 سكند، بتساوي ماينس، سيبنا من الماينس دلوقتي هنرجع لها بعدين. الكي ده عبارة عن كونستانت اسمه الثيرمال كوندكتيفيتي، والثيرمال كوندكتيفيتي ديبينز على نوع الماتيريال، وكل ما كانت الماتيريال كوندكتور أكتر كل ما كانت كي قيمتها أكبر. يكفي إن أنا أقول لك إن الكي للكبر ب 400 جود كوندكتور، بينما كي الثيرمال كوندكتيفيتي للخشب 0.1. فطبعا الكي تعتمد على نوع الماتيريال وبنسميها كوندكتيفيتي اوف ذا ماتيريال. مش بتوصف الرد لكن بتوصف الماتيريال اوف ذا ايه رد. الاي هنا هي الاريا، بس مش اي اريا، اريا which is perpendicular to the direction of heat flow، هي الاريا العمودية على اتجاه انتقال الحرارة. لو رجعنا هنا للرسم، هو ده الدايركشن اوف هيت فلو، يبقى الكروس سكشن اريا هي دي اللي انا اقصدها، هي اللي تعتبر بيربنديكولار عمودية على دايركشن الهيت فلو. نيجي بعد كده لدي ثيتا باي دي اكس. دي ثيتا باي دي اكس ده عبارة عن التمبريتشر جريدينت. فهمنا قبل كده يعني ايه gradient، يعني تغير بالنسبة للمسافة، يعني تغير التمبريتشر بالنسبة للمسافة. ولو انت تلاحظ هنا بقى ثيتا 1 high temperature لأنها ناحية السورس، وثيتا 2 low temperature ناحية الهواء ناحية المصب. فرق التمبريتشر ده ناتج عن تغير المسافة، كل ما بمشي على الرد من الشمال لليمين كل ما التمبريتشر بتتايه بتتغير. كل ما اكس زادت كل ما بعدت عن السورس، يعني بزود اكس، كل ما ثيتا بتقل. وهو ده السبب في الماينس ساين. الماينس ساين لان بزياده اكس بتقل التمبريتشر ثيتا. طبعا انا اقدر من الرول اطلع اليونتس للكي، تطلع معاك وات بير متر كلفن. الوات ده اللي هو جول بير سكند على الاريا متر سكويرد، في التمبريتشر جريدينت متر على كلفن، تطلع وات على متر كلفن. تمام؟ المشكلة اللي عندي ان انا ما اقدرش استخدم رول فورير علشان احل بروبلم. ليه؟ لحقدر اجيب قيمة دي ثيتا
ولا هقدر أعوض عن قيمة دي إكس، لأن رول فورير بالشكل ده differential form، صورة تفاضلية، وأنا ما أقدرش أعوض بالأرقام في أي problem في القانون اللي صورته تفاضلية. لازم القانون ده، لازم فورير رول أعمل له الأول integration، تكامل، وساعتها الصورة اللي حوصل لها بعد الانتجريشن هي دي اللي أقدر أستخدمها في حل البروبلم. رسمت لك الرد هنا مرة تانية أهو، كل ما إكس بتزيد ثيتا بتقل، والرد أنا اعتبرت إنه طوله L. عايز بقى دلوقتي أعمل انتجريشن، حاجة أكتب هنا انتجريشن جي إكس. أنا فصلت الجي إكس عن الجي ثيتا، دي شمال وهنا خليت دي زي ما هي يمين. انتجريشن جي اكس باكس من 0 ل ال، يبقى ال ماينس 0 تطلع ال. وانتجريشن جي ثيتا بثيتا من ثيتا 1 لثيتا 2 تدي ثيتا 2 ماينس ثيتا 1، يعني بتعوض باللي فوق ماينس اللي تحت، ثيتا 2 ماينس ثيتا 1، وعندك ماينس بره تدخلها جوه، يبقى عندك ثيتا 1 ماينس ثيتا 2. هو ده الرول اللي أنا وصلت له بعد ما عملت انتجريشن، وهو ده الرول اللي أقدر أستخدمه علشان أحل بيه أي بروبلم. خد بالك L هنا أنا أقدر أسمي L حاجة غير دقيقة، بس يعني تأدي الغرض زي ما بيقولوا. L هي المسافة اللي بتمشيها الهيت. اي نعم الهيت ما بتمشيش كويس، يعني بتنتقل، ما فيش حاجة بتتحرك، مش عربية بتمشي كويس، بس مجازا اقدر اقول ان ال هي المسافة اللي بتمشيها الهيت. يبقى هنا ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 على ال هو ده الناتج بتاع الانتجريشن للتمبريتشر جريدينت، وهو ده الرول اللي اقدر استخدمه علشان احل بيه اي بروبلم. تعال بقى نتكلم على حاجة مهمة، يونيفورم اريا. يعني ايه يونيفورم اريا؟ هقول لك يونيفورم اريا، this means that the area is uniform، يعني الـ A بتساوي constant، تمام؟ الـ A ثابته. طيب في الرد اللي عندي هنا هسألك سؤال، مين الاريا بتاعت الرد الملامسة للشمعة للسورس؟ الاريا دي. طب وفين الاريا من الرد اللي ملامسة للهواء in contact with air؟ هتلاقي الاريا دي. والتو اريز دول equal، بيساوي الاريا اللي بيمر عليها الهيت او بتمر عليها الهيت وهي بتتنقل ولا لا. يبقى الاريا دي بتساوي الاريا دي بتساوي الاريا دي، يعني الرد ده يعتبر uniform area، تمام؟ مثال تاني لليونيفورم area، لو انا عندي هنا جدار حيطة، والحيطة دي بتفصل hot air عن cold air. hot air جوه الأوضة عندي هيتر شغال، وبره الأوضة بره الروم عندي cold air، هوا بارد بره في يوم شتاء. فالهيت بتتنقل من جوه الأوضة لبره الأوضة عن طريق thickness سمك الجدار. طبعا طبيعي جدا أقولك إن الجدار مساحته من جوه هي نفس مساحة الجدار من بره، تمام؟ يعني الجدار الوول تعتبر هي كمان يونيفورم إيه؟ أريا. يعني إحنا اتكلمنا على مثالين لليونيفورم إيه؟ أريا. تلاحظ بقى ودي مهمة قوي في الانتجريشن ده، لما جيت أعمل انتجريشن طلعت الإيه بره ولا جوه التكامل؟ بره التكامل. وانا متعود الحاجة اللي اطلعها بره التكامل لازم تبقى ثابتة، دايما بتطلع الثوابت بره التكامل. الكي طبعا constant، ده الكوندكتيفيتي للماتيريال constant، تمام؟ وطلعت الايه بره على اساس انها constant، يعني بالعربي الرول ده ما ينفعش الا لليونيفورم اريا، يعني ما ينفعش إلا إذا كانت الأريا اللي بتمر عليها الهيت أريا ثابته.
وانت دايما تعمل تشيك لنفسك. في الستيدي ستيت دي ثيتا باي دي تي بتساوي زيرو، معنى كده ان التمبريتشر ما بتتغيرش مع التايم. الكلام ده عند اي نقطة التمبريتشر ثابتة ما بتتغيرش مع التايم. بيقول لك كمان ان كيو دوت بتساوي كونستنت، يعني الستيدي ستيت بتتعرف بشرطين، ان التمبريتشر عند اي بوينت ما بتتغيرش مع التايم، والكيو دوت بتساوي كونستنت، يعني كيو دوت ان بتساوي كيو دوت اوت. تمام. وده يمكن التفسير اللي انا كنت قلت لك هفكرك بيه، ان طالما كيو دوت كونستنت بقدر اطلعها بره علامه الانتجريشن. كيو دوت كونستنت يعني الانرجي اللي داخله كل ثانيه بتساوي الانرجي اللي خارجه من الرد كل ثانيه. تعال بقى للرد هنا مره ثانيه، وعايزين نفسر الاستيدي ستيت بطريقه واضحه. اولا الثيتا بتتغير مع اكس، دي لازم ايه ناخد بالنا منها، يعني هنا التمبريتشر 90 التمبريتشر هنا 30، كل ما اكس بتزيد ثيتا بتقل. لكن اللي انا بقصده بالستيدي ستيت ان عند النقطة دي ثيتا ما بتتغيرش مع التايم، يعني ثيتا بتساوي 90 وبعد دقيقة دقيقتين برضو هتساوي 90، طالما انا كده وصلت للستيدي ستيت. وعند برضو النقطة دي الثيتا ب30 ومهما الزمن يتغير برضو التمبريتشر هنا بتساوي 30. تمام. يبقى ثيتا اقصد انها ثابتة مع الزمن، ده الكلام ده في الستيدي ستيت. تعال اسأل بقى نفسك في حاجة، انا اول ما اشغل الجهاز ده يعني اول ساعة ما اولع الشمعة ايه التمبريتشر بتاعت الرد كله؟ روم تمبريتشر، يعني النقطة دي التمبريتشر بتاعتها 25 وهنا تمبريتشر 25 وعند المخرج ده التمبريتشر برضو ب25، يعني التمبريتشر للرد كله هي نفس الروم تمبريتشر 25. أول ما أشغل الشمعة يبدأ الرد يسخن، يعني النقطة دي بعد شوية تبقى 50، بعد شوية كمان تبقى 70، وانس وصلت ل90 خلاص ما بقتش تتغير مع التايم. وبرضو النقطة دي كانت ب25 والتمبريتشر هنا بدأت تزيد 27 28 29، وانس وصلت ل30 خلاص التمبريتشر ما بقتش تتغير مع التايم. يبقى أنا كده وصلت للستيدي ستيت. واضح إن الستيدي ستيت دي حالة بوصل لها بعد فترة زمنية من تشغيل الجهاز. الفترة اللي بتسبقها بيسموها ترانزينت ستيت، ده مش موضوعنا. أنا اللي يهمني إن أنا بعد فترة زمنية بوصل للستيدي ستيت اللي فيها التمبريتشر ما بتتغيرش مع التايم. وده مبدأ متعارف عليه واحنا بنعيشه في حياتنا، يعني لو دخلت أوضة مقفولة من امبارح، مقفولة ما فيهاش أي مصدر تهوية، أول ما افتحها الاقي التمبريتشر بتاعتها أو التمبريتشر جواها ب30 درجة، أشغل التكييف، لما هشغل التكييف هلاقي التمبريتشر جوه الأوضة بتقل بتقل مع مرور الزمن. هل تقعد تقل 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 لما لا نهاية؟ لا، يمكن بعد ربع ساعة هتوصل التمبريتشر ل23. وانس التمبريتشر وصل ل23 مثلا بعد مرور ربع ساعة من تشغيل التكييف مش هتقل عن كده، يبقى انا كده وصلت لستيدي ستيت. زي ما بتفتح حنفية اول ما بتنزل المية بتنزل ساقعة تلج، بمرور الزمن درجة الحرارة بتزيد للمية اللي نازلة، بتزيد 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 لغاية لما توصل مثلا بعد 5 دقايق 50 درجة مئوية. بس بعد كده بقى مش هتقعد تزيد زيادة، هتثبت عند الحد ده، ولما تثبت معناها انك وصلت لستيدي ستيت،
فالستيدي ستيت ده حاجة متعارف عليها في الحياة. وانس وصلت للستيدي ستيت بعد فترة زمنية يبقى التمبريتشر مش هتتغير مع مين؟ مع التايم. تمام؟ طيب في مبدأ مهم جدا جدا لازم تفهمه كمان. الستيدي ستيت تعرفها مش بس جي ثيتا باي دي تي بتساوي زيرو، لا ده كيو دوت كمان بتساوي ايه؟ كونستنت. تمام؟ فاحنا دلوقتي اتكلمنا على الستيدي ستيت من وجهة نظر التمبريتشر، تعال بقى نتكلم على الستيدي ستيت من وجهة نظر الانرجي. انا هفترض ان الشمعة دي بتطلع 1000 جول كل ثانية. اول ما بشغل الجهاز في اللحظة الاولى، هل الألف جول اللي بتطلعهم الشمعة كل ثانية هيترموا في الهواء، هيوصلوا للهواء 1000 جول على الثانية؟ طبعا لا، هيوصلوا أقل، هيوصلوا مثلا 200 جول. طب راح فين ال 800 جول؟ الرد موليكيولز، الرد امتصوهم، علشان كده كانوا بيسخنوا في الأول. الرد كان في الأول بيسخن علشان بياكل انرجي، الموليكيول ده وده وده وده، كل الموليكيولز أكلت انرجي، فاللي دخل 1000 جول اللي خرج فقط 200 جول، الموليكيولز أكلت 800 جول علشان كده بتسخن. طيب بعد مرور 10 دقايق، مش هقول ربع ساعة، 10 دقايق، الألف جول اللي داخلين يطلعوا كام؟ يطلعوا 700. يعني الموليكيولز اكلت قد ايه انرجي؟ 300 جول. 300 جول ليه ما اكلتش ال 800 اللي اكلتهم قبل كده؟ لانها بدات تشبع من الانرجي، فاكلت فقط 300 جول ورمت ال 700 في الهواء. طيب بعد مرور بقى الربع ساعة، يعني بعد ما اوصل للستيدي ستيت، الاقي ان الشمعة بتطلع 1000 جول كل ثانية، يوصلوا هنا 1000 جول كل ثانية، يعني كل موليكيول بيعمل ايه في الهيت؟ بيمررها زي ما هي من غير ما ياكل حاجة منها لانه شبع. تمام؟ وطالما شبع مش هياكل انرجي زيادة، يعني مش هيسخن زيادة عن اللي وصل له، فعلشان كده التمبريتشر بتاعته بتفضل ثابتة، خلاص ما بقتش تتغير مع الزمن، والإنرجي إن تساوي الإنرجي أوت. الحاجة اللي عايز أقولها لك زيادة، هل يا ترى بعد الموليكيولز ما شبعت، هل الموليكيول ده أكل إنرجي قبل ما يشبع قد الموليكيول اللي هنا؟ لا. ليه؟ دايما الموليكيول اللي هو جنب السورس يشبع بعد ما ياكل كمية أكل كبير، كمية إنرجي كبيرة، بينما الموليكيول البعيد نسبيا عن السورس هيشبع بعد ما ياكل كمية إنرجي أقل. ما تنساش إن الموليكيول ده بيتحرك بيعمل فايبريشن أسرع من الموليكيول ده، بأمبليتيود أكبر من الموليكيول ده، فالإنرجي اللي توصل الموليكيول ده للسرعة الكبيرة أكتر من الإنرجي اللي توصل الموليكيول ده للسرعة اللي نسبيا أقل، أو الأمبليتيود الساعة الإيه؟ الأقل. تمام؟ أنا بشبهها كأن هنا واحد كبير وهنا واحد وسط صغير وهنا طفل صغير. ده بيشبع بعد ما يأكل كمية كبيرة من الأكل، ده هيشبع بعد ما يأكل كمية أقل، ده يمكن كمية صغيرة من الأكل تشبعه، لأن بيتذبذب بساعة قليلة، فاللي يشبعه كمية أقل من الإنرجي. المهم في الستيدي ستيت الإنرجي إن تساوي الإنرجي أوت كل 1 سكند، والتمبريتشر ثابتة عند أي بوينت، ما بتتغيرش مع الزمن. تمام؟ هنبدأ نتكلم على حاجة تانية اسمها التمبريتشر ديستريبيوشن. واللي بقصده بالتمبريتشر ديستريبيوشن يعني معادلة تديني التمبريتشر عند أي بوينت من الرد، معادلة عامة
هقدر بيها أجيب التمبريتشر عند أي بوينت من الرد، وليكن عند بوينت على مسافة X من بداية الرد. البوينت دي اللي على بداية أو على مسافة X من بداية الرد التمبريتشر أنا مسميها ثيتا، بوينت جنرال عامة. هعتمد على إن التمبريتشر جريدينت بيساوي كونستنت، وهقول دلوقتي إن ثيتا 1 ماينس ثيتا 2، ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 على المسافة بينهم L تساوي التمبريتشر ثيتا 1 ماينس ثيتا على المسافة بينهم اللي هي X. يعني جبت التمبريتشر جريدينت باستخدام البوينت الأولى والبوينت الأخيرة، وجبت كمان التمبريتشر جريدينت باستخدام البوينت الأولى والبوينت الجنرال وساويتهم ببعض زي ما قلت لك على أساس إن التمبريتشر جريدينت كونستنت. طيب أقدر أجيب ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 في طرف لوحدها، أقدر أجيب ثيتا في طرف لوحدها. كده طلعت الإيكويشن اللي أقدر أجيب منها التمبريتشر عند أي بوينت جوه الرد اللي هو بسميه التمبريتشر ديستريبيوشن. ما تنساش إن الرول ده أقدر أجيب بيه التمبريتشر ديستريبيوشن فقط لما يكون عندي يونيفورم أريا، يعني لما يكون عندي الأريا ثابتة أقدر أقول إن التمبريتشر جريدينت ثابت، وأقدر ساعتها أقول إن كمان الإكويشن دي ممكن استخدامها. تعالوا نعمل تشيك على الإكويشن دي. لو طلب منك التمبريتشر عند نقطة تبعد 10 سنتي عن بداية الرد، يعني مثلا الرد أنا هعتبره 50 سنتي L ب50 سنتي، وعايز التمبريتشر عند نقطة تبعد عن الرد 10 سنتي عن بدايته، ساعتها هحط الإكس ب10 سنتي والL هتبقى 50 سنتي، وأقدر أجيب التمبريتشر بدلالة ثيتا 1 اللي أنا كنت فارضها ب90 والثيتا 2 اللي أنا فارضها مثلا ب30. لو طلب التمبريتشر عند نقطة تبعد عن نهاية الرد 20 سنتي، 20 سنتي معناها إن الإكس تبقى مثلا ب30 سنتي، أحط الإكس ب30 وأقدر أجيب ثيتا. لو طلب التمبريتشر عند المدخل أضع إكس بتساوي 0، ولو حطيت إكس ب0 الترم ده كله راح، ثيتا تطلع بثيتا 1. أما لو طلب التمبريتشر عند نهاية الرد أضع إكس بإل، إل على إل 1 يعني ماينس ثيتا 1 ماينس ماينس ثيتا 2، تطلع في النهاية ثيتا بتساوي ثيتا 2. تمام، وفعلا عند نهاية الرد الثيتا بتساوي ثيتا 2. حاجي أتكلم على تطبيق دلوقتي اللي هو المالتي لاير وول، وده سهل جدا. عندي هنا وول، والوول زي ما انتم شايفين مكونة من 2 layers. طبعا اي وول عندي بتبقى مكونة من اكتر من layer، مجموعة من layers. هنا للتسهيل انا اعتبرت ان الوول اللي عندي عبارة عن 2 layers فقط. اللاير الاولى الثيكنس بتاعها x1، واللاير التانية الثيكنس بتاعها x2، سمك اللاير. اللاير الاولى من ماتيريال الكوندكتيفيتي ليها k1، واللاير التانية الكوندكتيفيتي للماتيريال بتاعتها k2. الوول دي او الحيطة دي كانت بتفصل inside the room فيها hot air عن outside the room الشارع اللي بره cold air، هواء سخن وهواء بارد. يعني الهيت ترانسفير من inside the room لoutside the room، من السخن للبارد. الايه هنا الاريا، السايد اريا للوول. تمام، ده الجزء اللي شايفه اللي ماشي في الشارع، هي دي الايه الاريا. ومن هنا يبص اللي باصص من ناحية الروم، والاريا من هنا والاريا من هنا
ذا سيم. حتى الكومن اريا المساحة المشتركة ما بين الطبقتين هي هي، زي ما اتفقنا قبل كده ان الول تعتبر مثال لليونيفورم اريا. طيب هطبق الرول على اللاير الاولى K1 دوت K1 A ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 اللي هي فرق التمبريتشر على جانبي الطبقة الأولى over X1 ليسمك الطبقة الأولى. ده يديني Q1 دوت Q1 دوت هو الهيت ترانسفير ثرو اللاير الأولى كل 1 سكند. For the second layer Q2 دوت بتساوي Q2 للاير الثانية الاريا ثابتة ثيتا 2 ماينس ثيتا 3 اللي هي التمبريتشر ديفرنس على جانبي اللاير التانية over X2 و X2 هنا اللي هي عبارة عن ثيكنس اللاير التانية. K2 الكوندكتيفيتي اوف ذا سكند لاير ماتيريال دي عرفناها. بما ان في الستيدي ستيت Q1 دوت بتساوي Q2 دوت، ما تنساش احد شروط الستيدي ستيت ان كيو دوت ان تساوي كيو دوت اوت، يعني اللي هيمر خلال اللاير الاولى ما عندوش حل تاني الا انه يكمل في اللاير التانية. الهيت اللي هتعبر اللاير الاولى هي نفسها اللي هتمر خلال اللاير التانية علشان يكون الان بيساوي الاوت. فحاجة دلوقتي هنا بالنسبة للإيكويشن الأولى هجيب ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 في طرف لوحدها تساوي كيو دوت على كي 1 اي في اكس 1، وثيتا 2 ماينس ثيتا 3 هتساوي كيو دوت اكس 2 على كي 2 اي. كيو دوت هنا مفيش داعي ان انا اسميها 1 و 2 خلاص، لان كي 1 دوت بتساوي كي 2 دوت عشان وصلت للستيدي ستيت. لو جمعت التو إيكويشنز ثيتا 2 هتروح مع ثيتا 2، كيو دوت ممكن هنا في الناحية اليمين اخدها عامل مشترك common factor، يتبقى x1 على k1a هنا بلس x2 على k2a، ده بعد ما اخد كيو دوت عامل مشترك، وزي ما قلت لك هتختفي ثيتا 2. تمام. على فكرة هتقول لي انا كنت ممكن اخد الa كمان عامل مشترك، ممكن على اساس ان الايه ثابته. تمام. المهم ان هو ده الفاينل رول اللي احنا وصلنا له. طبعا هتسال برضو ليه انا حذفت ثيتا 2 من التو ايكويشنز، يعني حليت تو ايكويشنز علشان احذف ما بينهم ثيتا 2. السبب بسيط جدا، ان انت تقدر تعمل ميجر تقيس ثيتا 1، تحط الثرمومتر على الحيطة من ناحية الروم يقرأ لك ثيتا 1، تحط الثرمومتر على الحيطة من ناحية الشارع تقرأ ثيتا 3، لكن ثيتا 2 can not be measured، ما تقدرش تقيسها لأن دي التمبريتشر عند الكومن سيرفيس، مش هتدخل الترمومتر جوه الحيطة. تمام. فكان يفضل ان انا اطلع equation ما فيهاش ثيتا 2. على فكرة الرول برضو اللي طلع ده يمكن استخدامه لأي عدد من اللايرز، يعني لو كان عندي 3 لايرز كان هيبقى شكل الرول كيو دوت تساوي ثيتا 1 ماينس ثيتا 4 على X1 over K1A بلس X2 على K2A بلس X3 على K3 في A. ده لو عندي 3 layers، يعني اقدر استخدمه لأي عدد من layers. زي ما انت شايف انا كاتب لك هنا ان فعلا الـ A لازم تبقى constant side area، وهي فعلا constant، وكاتب لك ان الـ previous rule can be derived for any number of layers، وكاتب لك صورته في حال الثلاثة layers. ناخد مثال على اللي فات ده. بيقول لك عندي furnace wall consists of two layers، يعني جدار فرن مكون من طبقتين. الانر layer
has 10 centimeter thickness. يعني سمكها 10 سنتي. And its thermal conductivity 0.826. بينما الأوتر لاير، اللاير بقى اللي من ناحية الأوت، ناحية الشارع مثلا، لو كان الفرن ده في شارع مثلا يعني، has 15 centimeter thickness، sorry 1.5 centimeter thickness، والconductivity 1.672 watt per meter Kelvin. يعني أعطي لك الثيكنس والconductivity لكل layer من التو layers. بيقول لك حاجة، بيقول لك التمبريتشر انسايد الفرنس، التمبريتشر جوه الفرن ب 600 والتمبريتشر اوتسايد بتساوي 400 للاوتسايد سيرفيس، يعني من بره 460 ديجري سلسيوس. وبيقول لك تيك الاريا 1 متر سكوير، يعني اشتغل على 1 متر سكوير من جدار الفرن، من الحيطه بتاعه الفرن. اول حاجه عايزها كيو دوت، الهيت فلو، الهيت ريت فلو خلال جدار الفرن. هستخدم الرول وانا عندي طبقتين 600 اللي هي اخر تمبريتشر او اول تمبريتشر ماينس 460 اللي هي اخر تمبريتشر على 0.1 اللي هي اكس، وهنا الكي والاي بواحد، وهنا الاكس 2 والكي 2، وهنا الاريا بواحد. كده يطلع لي كيو دوت. طالب بعد كده التمبريتشر للانترفيس ما بين التو لايرز، يعني طالب ثيتا 2. علشان اجيب ثيتا 2 هطبق الرول على اول لاير فقط، كي دوت بتساوي كي 1 في A، ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 على ثيكنس اللاير الاولى. وهعتمد ان الكيو دوت ما بتتغيرش، كيو دوت ثابته، يعني هعوض بالكيو دوت اللي انا جبتها قبل كده. اقدر في الحاله دي اطلع ثيتا. اسمع بقى، يعني انا عندي التمبريتشر للاوتسايد سيرفيس اوف ذا فيرنس ده 460، يعني كان اللي يحط ايده على الفرن من بره يتلسع يلاقي التمبريتشر 460. فلو انا عايز التمبريتشر للاوتسايد سيرفيس اللي هو السطح الخارجي تبقى 40، is required to be 40، يعني مطلوب ان انا اخليها 40. ازاي؟ في اكتر من طريقة. انا ممكن اجي على الطبقة التانية ازود لها السمك، اغير الكوندكتيفيتي لماتيريال الطبقة التانية، يعني اغير الماتيريال بتاعة الطبقة التانية. لا، هو عايزها ايه؟ by adding a third outside layer، يعني هيضيف طبقة تالتة من بره. والطبقة التالتة دي هو عارف او هو قايل لك ان الثيكنس بتاعها 15 سنتي، وطالب منك كي للطبقة التالتة. هطبق الرول زي اللي فوق في حالة تلات طبقات، كيو دوت ما اتغيرتش، نفس كيو دوت هي، علشان دي طبعا معتمد على المصدر، يعني الحاجة اللي انت مستخدمها في التسخين جوه الفرن، السورس اللي انت بتسخن بيه، تمام؟ هو ده كيو اي دوت، تمام؟ فما غيرتهاش. 600 ماينس 40، 600 ديجري سلسيوس ماينس 40 ديجري سلسيوس، ده الفرق في تمبريتشر الجديد علشان تخلي الاوتر تمبريتشر ب 40. وهنا جيت زودت الطبقه الثالثه بس الكي 3 انون، اقدر اعوض واطلع كي للطبقة التالتة أو لماتيريال الطبقة التالتة. يعني الجزء ده بيسموه design problem، يعني كأنك بتصمم حاجة. طيب نيجي بقى لحاجة جديدة مهمة، سؤال مهم جدا، what is the difference between steady state and thermal equilibrium؟ الستيدي ستيت اللي احنا شرحناها، وقلت ان الستيدي ستيت بتتعرف بايه؟ ان التمبريتشر خلاص ما بقتش تتغير مع تايم عند اي نقطه،
وكمان كي دوت ان بتساوي كي دوت اوت، الهيت اللي داخله كل ثانيه تساوي الهيت اللي خارجه كل ثانيه. امال ايه الثيرمال اكليبريم؟ الثيرمال اكليبريم افكرك بيه اللي هو الاتزان الحراري، اللي هو لما ارمي حاجه سخنه في ميه بارده مثلا. وعلى فكره احنا كنا حلينا بروبلم على الثيرمال اكليبريم لو تفتكروا، والبروبلم دي كانت عباره عن ايس برمي عليه ستيم، وفي النهايه الخليط انا فاكر كان بيبقى عند تمبريتشر 80 تقريبا، مش فاكر، لا مش فاكر، بس تقريبا كان طالب ان الخليط في النهايه يبقى عند اكوليبريم تمبريتشر ب80. وبعد كده البروبلم بيكمل يقول لك لو زودت الماس بتاعت الستيم والكلام ده. على فكره في كان طالب سأل سؤال، سوري يعني مش ذكي خالص، بيقول لي ليه التمبريتشر اوف اكوليبريم بتزيد لما زود مقدار الستيم اللي برميه على الايس؟ سؤال ساذج جدا جدا. انا عايز اعرف، انت لو مليت البانيو ميه، ميه من الحنفيه 25 درجه، ميه ساقعه ما تقدرش تستخدمها، علشان تستخدمها قلت حرمي عليها ميه سخنه، جبت ميه بتغلي ورميتها على الميه اللي في البانيو، رميت اول سوري جردل لقيت ان الميه اللي في البانيو بقت 30 لسه ساقعه، تعمل ايه؟ انا بسالك تعمل ايه؟ هتقول لي اكيد حرمي جردل تاني، يعني هزود ماس الهوت، الحاجه الهوت اللي انا بضيفها، ساعتها الاكليبريم تمبريتشر تبقى مثلا عند 35 بدل 30، تمام؟ ده المنطقي. فكون ان حد يسال ليه لما بزود ماس الستيم الاكليبريم تمبريتشر بتزيد، فطبعا كان سؤال ايه؟ ساذج. المهم اللي يهمني دلوقتي، ايه الفرق ما بين الستيدي ستيت والثيرمال اكليبريم؟ الفرق سهل. الستيدي ستيت الثيتا ما بتتغيرش مع التايم. هتقول لي طيب ما هو في الثيرمال اكليبريم خلاص الستيم والايس بقوا ميه عند تمبريتشر 80، والتمبريتشر دي خلاص ما بقتش تتغير مع التايم، يعني زيها زي الاستيدي ستيت. الفرق بقى ان في الاستيدي ستيت هيت ستيل ترانسفيرد، بدليل ان كيو دوت ان بتساوي كيو دوت اوت في الاستيدي ستيت، يعني في الاستيدي ستيت الحراره مستمره في الانتقال، بينما في الثيرمال اكليبريم خلاص ما بقاش فيه انتقال للحراره، ما فيش حرارة بتتنقل من التلج، سوري من البخار للتلج، ولا حرارة يعني بتفقد من الستيم ويكتسبها التلج، ما بقاش في انتقال حراري ما بين الاتنين. فالستيدي ستيت في انتقال حرارة لسه شغال، بينما في الثيرمال اكليبريم خلاص ما بقاش في حاجة بتعمل جين ولا حاجة بتعمل لوس، يعني ما فيش انتقال للحرارة، تمام؟ هنيجي نتكلم دلوقتي على بروبلم شبه البروبلم اللي فاتت، بس هو برضو ايه يعتبر تريننج بالنسبة لك. في البروبلم دي عندي تو رودز، رود طوله 50 سنتي ورود طوله 30 سنتي. الرود الاولاني كي بتاعته 400، والرد التاني كي بتاعته 300. التمبريتشر هنا 90 والتمبريتشر هنا 40، والتو رودز اتلحموا مع بعض وهم ليهم نفس الكروس سيكشن ايه اريا. طبعا ناقص اقول لك ان التو رودز عملت لهم انسيوليشن من الجوانب علشان الهيت تمشي في الاكسيال دايركشن، ودي خلاص ايه عرفناها. هيقول لك فاين كيو دوت، التو رودز هيكونوا عاملين زي تو لايرز، فهستخدم الرول بتاع التو ايه لايرز، اقدر اجيب كيو دوت الهيت اللي بتمر في التو رودز كل 1 ايه سكند. هيقول لك فاين ثيتا،
اللي هي التمبريتشر بتاعت الانترفيس. هتطبق الرول بكيو دوت اللي انت جبتها قبل كده، وهتعوض عن ثيتا 1 اللي هي 90، وطول الرد الاول اللي هي المسافة اللي بتمشيها الهيت زي ما اتفقنا في الرد الاول، هتطلع ثيتا تطلع 62.2 ديجري سلسيوس. هيقول لك فايند التمبريتشر ثيتا داش، انت جبت ثيتا خلاص، هو هيطلب بقى ثيتا داش عند نقطة 5 سنتيمتر من الرايت ايدج اوف ذا رود، يعني من الطرف اليمين للرد على بعد 5 سنتي منه، عايز يجيب التمبريتشر. هتعتمد على ان التمبريتشر جريديانت ثابت، تمام؟ على فكرة ما تقدرش تقول ثيتا 1 ماينس ثيتا 2 على التوتال ال تساوي ثيتا داش ماينس ثيتا 2 على 5 سنتي، ما تقدرش تقول كده، علشان انت طبقت مبدأ ان التمبريتشر جريدينت ثابت على التو رولز مع بعض، يعني على اتنين ديفرنت ماتيريالز. انت الرول ده اللي هو معتمد على ان التمبريتشر جريدينت ثابت تقدر تطبقه خلال نفس الماتيريال، لان الرول ده معتمد على ان الاريا ثابته والكي كمان ثابته، علشان كده التمبريتشر جريدينت ثابت. يعني بالعربي الرول ده ما تطبقهوش الا لو كان عندك نفس الماتيريال، يعني طبقه على الرد التاني صح، طبقه على الرد الاول صح، لكن على الاتنين ردز مع بعض ما ينفعش. فعلشان كده هطبقه على الرد التاني ثيتا ماينس ثيتا 2 على 30 سنتي، ثيتا ماينس ثيتا 2 على 30 سنتي اهي، بتساوي ثيتا ماينس ثيتا داش على 25 سنتي. ساعتها تقدر تجيب ثيتا داش وتطلع 43.7 ديجري سلسيوس. في حاجة كده خطرت برضو في بالي وانا بدي الليكتشر اللي فاتت في الكلية، كيو دوت تتناسب مع كي و اي وفرق التمبريتشر والاكس الثيكنس. تقدر تطلع رول فورير بطريقة الدايمنشن اناليسز. خد بالك كيو دوت بتعتمد على اربع متغيرات، يعني هيبقى عندك أربعة unknown powers، تمام؟ تعال نجرب. هل أولا كيو دوت أنت تعرف تجيب لها الـ dimensions؟ آه، جول بير سكند اللي هي الوات، أدي الـ dimensions بتاعتها، كي جول بير متر سكند كلفن أو وات على متر كلفن، برضه أقدر أطلعها لها الـ dimensions. الـ A area الـ squared، دلتا ثيتا فرق تمبريتشر كلفن، الاكس دي مسافة يعني ال، كيو دوت بتساوي كونستانت في كي تو باور الفا اي تو باور بيتا دلتا ثيتا تو باور جاما اكس تو باور دلتا، يعني استخدمت اربعة النون باورز. هبدأ اكتب بالدايمنشنز، ولما اجي اعمل اناليسز للتايم، تايم تو باور ماينس 3 ادي الماينس 3، تايم تو باور ماينس 3 الفا ادي الماينس 3 الفا، تطلع الفا بواحد. هاجي اعمل اناليسز للماس، دايمنشن اوف ماس، ام هنا تو باور 1 ادي ال1، ام هنا تو باور الفا ادي الالفا، الفا 1. يعني طلع عندك تو ايكويشنز هما نفس الايكويشنز، يعني في النهايه ما تفتكرش ان طالما عندك M و L و T و K هتعمل لهم analysis يبقى هتطلع اربعة different equations، لا، الاربعة equations
هتستفيد فقط بثلاثة equations، لأن في اتنين متكررين بيدوا نفس الايه النتيجة. تمام؟ يعني الإجابة ما تقدرش تطلع رول فورير بالطريقة اللي أنا قلتها، اللي هي طريقة الدايمنشنز بالشكل ايه ده، لأن كيو دوت ساعتها هتعتمد على كام variable أو كام فاكتور؟ أربعة. وإحنا قلنا في الليميتيشنز إن الكوانتيتي ديبينز على الأكثر على ثلاثة كوانتيتيز. جرب بقى بإنت بينك وبين نفسك إنك تحل البروبلم دي وتقول إيه؟ كيو دوت ديبينز أون كي كوندكتيفيتي، أدي أول حاجة، والإريا إيه؟ أدي تاني حاجة، والتمبريتشر جريدينت، يعني اعتبر ان التمبريتشر جريدينت كوانتيتي بنفسها، والتمبريتشر جريدينت اللي هي تبقى K L minus 1 كلها كوانتيتي واحده، هترفعها الباور واحده، ساعتها يبقى كيو دوت بتعتمد على 3 فاكتورز، ساعتها هتقدر تطلع رول فورير. يا رب تكونوا فهمتوا اللي انا عايز اقوله. نيجي بقى لحاجة جديدة دلوقتي. أنا عايز أتكلم على الهولو سيلندر. فاكرين الهولو سيلندر اللي الهيت ترانسفير في الراديال دايركشن، اللي أنا اعتبرتها نون يونيفورم اريا. ثيتا 1 دي التمبريتشر للإنترنال سيرفيس. أي نقطة على الإنترنال سيرفيس، أي نقطة للسطح الداخلي، التمبريتشر بتاعتها ثيتا 1 هاي تمبريتشر، واي نقطه من السطح الخارجي، اي نقطه من السطح الخارجي عند تمبريتشر ثيتا 2 اللي هي اقل من ثيتا 1، يعني الهيت فلو من جوه لفين؟ لبره. زي ما اتفقنا حوالين السلندر في هواء، جوه السلندر فيه هيت سورس، والهيت سورس ده احسن حاجة تتخيلها ان جوه التجويف عندك سلك، والسلك ده بيمر فيه تيار كهربي، والسلك لما يمر فيه تيار كهربي يسخن، تمام؟ وساعتها السلك من فوق او من تحت بيسخن بنفس الكيفية، يعني ثيتا 1 هنا وهنا ثيتا 1 وهنا ثيتا 1، كل نقطة من السيرفس الداخلي ليها نفس التمبريتشر اللي هي ثيتا 1. هدي لك الرول. طبعا هتسأل دلوقتي الرول ده جه منين؟ الرول ده جه، ثانية واحدة، من رول فورير، يعني فورير هو الأصل. بس ساعتها هكتب ان كيو دوت تساوي ماينس كي اي دي ثيتا باي دي ار، يعني ثيتا بتتغير مع ار، ما بقتش تتغير مع ايه؟ مع اكس، وبرضو دي ثيتا باي دي ار اللي بسميها تمبريتشر جريدينت. تمام؟ بس لما حاجي اعمل انتجريشن للرول مش هقدر اطلع الايه بره، لان احنا متفقين ان في حالة الهولو سيلندر والهيت فلو في الراديال دايركشن الاريا مش كونستانت. المهم هيطلع الانتجريشن صعب، والانتجريشن الصعب ده مش مطلوب منك انك تعمله، علشان كده عطيتك على طول زي ما قلت لك هيطلع انتجريشن صعب، علشان كده انا عطيتك الفاينل رول، يعني مش مطلوب منك ازاي تستنتج القانون ده، فقط انك بس تعرف ايه تستنتجه. تمام؟ انا اللي يهمني حاجة في الرول ده، كيو دوت هي الهيت اللي بتمر من الان للاوت كل ثانية، ال ده لينكس الهولو سيلندر، ثيتا 1 الانترنال تمبريتشر، ثيتا 2 تمبريتشر اوف ذا اوتسايد سيرفيس، لين ار 2 على ار 1، ار 1 ده الانترنال راديوس، والار 2 ده الاكسترنال ريديوس. تمام؟ وطبعا ده مثال للنون يونيفورم اريا. تمام؟
اه ده انا كاتب لك حتى الرول بتاع فورير تحت، صح. كيو دوت ماينس كي اي، والاي مش كونستانت، والتمبريتشر جريدينت دي ثيتا باي دي ار. هتعمل انتجريشن، ولو عرفت تعمل الانتجريشن ده تقدر تطلع بالرول ده، تمام. للهولو سفير برضو بتبدأ بنفس الرول، بس برضو الاريا مش كونستانت، يعني هتدخلها جوه الانتجريشن. المهم في النهاية هيطلع لك الرول ده، الرول للهولو سيلندر والرول للهولو سفير. مش مطلوب معرفة طريقة استنتاجهم، ولا مطلوب حتى كمان حفظهم، مطلوب فقط انك تعرف تستخدم التو رولز لما يكونوا جيفن. يعني احنا لما بنجيب بروبلم في الامتحان فيهم بروبلم على السيلندر او السفير، بندي الرول بتاع السيلندر والسفير، وانت تختار بقى تستخدم مين فيهم، تمام. يعني بيبقوا ايه جيفن، اوكي، ما تحفظهمش. زي ما قلت لك الرول اللي قدامي ده فورير الاصل اللي بطلع منه كل الرولز بتاعت الكوندكشن. طلعت منه رول اليونيفورم اريا، طلعت منه رول الهولو سيلندر، طلعت منه رول الهولو سفير. لاحظ حاجة، لو كانت الاريا يونيفورم، طبعا انت عندك كيو دوت كونستانت، ليه؟ عشان وصلت للستيج ستيت. الكي كونستانت ليه؟ لان الكوندكتيفيتي ثابته. لو كان عندك يونيفورم اريا تبقى الاريا مالها ثابته، ويبقى التمبريتشر جريدينت ثابت فقط في حاله اليونيفورم اريا. بينما لو كان عندك الاريا فاريبل هتلاقي التمبريتشر جريدينت فاريبل. يعني خد بالك، ما اقدرش اقول سيتا 1 ماينس سيتا 2 على السكنس ده تساوي سيتا 1 ماينس سيتا هنا على المسافة دي. اللعبة دي ما اقدرش اعملها مع السلندر ولا السفير. عملتها قبل كده مع الرد، لكن ما اقدرش اعملها مع سلندر. ما اقدرش اعملها مع السلندر ولا السفير، لان في الستيج ستيت التمبريتشر جريدينت از نوت كونستانت. لكن التمبريتشر جريدينت كونستانت في الستيج ستيت فقط لليونيفورم ايه اريا. طيب قبل ما نخلص النهارده بقى هناخد اخر حاجه اللي هي ترانسفير باي كونفكشن. في الكونفكشن انا هعتبر عندي هوت بليت، الهوت بليت ده عند هاي تمبريتشر اللي هي ثيتا. اباف الهوت بليت عندي فلويد، وطبعا السهم اللي معامله ده معناه ان الفلويد ان موشن، يعني فلويد بيتحرك. والفلويد ده زي ما انتم عارفين يشمل ليكويد او ايه او جاز. الفلويد ده عند تمبريتشر ثيتا، فلويد تمبريتشر قليله. الفلويد ده بالعربي كده هو اللي بيبرد الهوت بليت. بالمنطق ان الهوت بليت بعد فتره هتلاقيه برد، زي لما تحط كده حاجه سخنه في الهواء هتبرد. طبعا زي ما قلت لكم الفلويد ده ممكن يكون ليكويد او ايه او جاز. هتلاحظ حاجه، ان في معظم التطبيقات بتاعتنا في الكونفكشن الفلويد ده بيكون هواء. علشان كده يمكن وانا بشرح دلوقتي هتلاقي ان اقول لك هوت بليت فوقيه هوا، مش لازم طبعا الفلويد يبقى هوا، بس زي ما قلت لك في معظم التطبيقات اللي عندنا الفلويد ده عباره عن هوا. يا هل ترى بقى ايه الميكانيزم اللي بيحصل بيه هيت ترانسفير باي كونفكشن؟ مجموعه من مولكيولز الفلويد تلامس الهوت بليت، ولما تلامس الهوت بليت تاخد منه الانرجي، تمام؟ يعني تمتص الانرجي من الهوت بليت. دي مجموعة من مولكيولز الليكويد. وفي الحالة دي الطبقة، طبقة الفلويد اللي ملامسة للهوت بليت هتسخن، ولما تسخن اكسبانشن تتمدد،
ولما تتمدد تبقى خفيفة تطلع لفوق وتنزل بدلها طبقة تانية، لير تانية من الهواء أو من الفلويد، تلامس الهوت بليت، تاخد منه الهيت، تسخن، تتمدد، تطلع لفوق، تنزل بدلها لير تاني. لو تلاحظ يبقى الموليكيولز بتعمل ترانزيشنال موشن، تمام؟ موليكيولز الفلويد بتعمل ترانزيشنال موشن، بتتحرك حركة انتقالية، بتتنقل من الهوت بليت للفلويد اللي فوق، كاري معاها الايه؟ الانرجي. يعني عكس الكوندكشن، في الكوندكشن كان الموليكيول في مكانه جاست بيعمل اوسيليشن، لا هنا الموليكيول بيتحرك من نقطة لنقطة جوه الفلويد، شايل معاه الهيت انرجي. تمام؟ اي نعم، الفلويد ده ممكن يكون ليكويد او جاز، والليكويد والجاز ممكن الموليكيول يعمل فيهم موشن او راندوم موشن من مكان لمكان، وهو اللي بيحمل الانرجي. يعني هنا عندي الفلويد هو ده، او موليكيولز الفلويد هي الانرجي كارير، هي اللي بتحمل الانرجي بنفسها وتنقلها من مكان الى مكان، من الهوت بليت الى الفلويد. في الحالة دي مين هو الهوت سورس؟ او مين هو الهيت سورس؟ الهيت سورس هنا هو الهوت بليت، والهيت سينك المصب اللي بيعمل ريسيفينج للانرجي، اللي بيستقبل الانرجي، الانرجي ريسيفر هو الفلويد. ومين الميديم اللي بينقل الهيت؟ اللي بينقل الهيت هو الفلويد نفسه. يعني الفلويد هنا ظاهر بدورين، هو الانرجي كارير، هو الميديم اللي بينقل الهيت، وفي نفس الوقت هو السينك المصب اللي بيستقبل الهيت. لدرجة ان انا بدي مثال، المثال ده انا قلته في المحاضرة، افترض ان الهواء اللي هنا عبارة عن 1000 موليكيول، الالف موليكيول دول متقسمين، 100 موليكيول وظيفتهم انهم ينقلوا الهيت من تحت لفوق، انرجي كارير، والتسعمائة موليكيول للهواء موجودين هنا جاست ريسيف، بيستقبلوا الايه؟ الهيت انرجي. تمام؟ علشان كده بقول لك الفلويد قايم بدورين في نفس الوقت، هو انرجي ريسيفر مستقبل للانرجي، هو الهيت سينك يعني، وفي نفس الوقت هو الهيت انرجي كارير، هو اللي بينقل الايه؟ الهيت. لو جيت على الرول اللي بيحكم الهيت ترانسفير باي كونفكشن، كيو دوت بتساوي اتش اي ثيتا ماينس ثيتا فلويد، ولحسن الحظ انا عندي رول واحد او فورميلا واحده للهيت ترانسفير باي كونفكشن، مش زي الكوندكشن عندي فورميلا لليونيفورم اريا وفورميلا تانيه للسلندر وفورميلا تالته للسفير. لا، هنا عندي رول واحد ده اللي بيحكم الهيت ترانسفير باي كونفكشن. في الرول ده كيو دوت هي انرجي ريت. السؤال دلوقتي، هل كيو دوت اسميها هيت ريت جين ولا هيت ريت لوس ولا اسميها هيت ريت ترانسفيرد؟ اقدر اسميها الثلاث اسامي. الكيودوت تعتبر لوست من الهوت بليت، الكيودوت تعتبر جيمد باي الفلويد، والكيودوت اقدر اعتبرها ترانسفيرد ثرو الموليكيولز اوف فلويد، او عن طريق الموليكيولز بتاعه الايه؟ الفلويد. وطالما احنا بنتكلم على موضوع هيت ترانسفير، فانا هعتبرها هيت انرجي ريت ترانسفيرد باي كونفكشن. نيجي للاتش. اتش هنا الكونفكشن كوفيشن، يعني معامل الحمل الحراري، هو عبارة عن كونستنت،
تمام. والاتش ده يفكرك بالكي، الكي ده كان الكونستانت في حالة الكوندكشن، تمام. هنا الكي يعتبر الكونستانت في حالة الكونفكشن، تمام. بس اسألك على حاجة، اولا الكي كان ايه اليونت بتاعتها؟ وات برميتر كلفن، بينما الاتش وات برميتر سكويرد كلفن، فيفرقوا عن بعض في اليونتس. ما تنساش الرول هنا، ثيتا ماينس ثيتا مش على حاجة، لكن رول الكوندكشن كان ثيتا ماينس ثيتا على اكس، هنا مفيش اكس تحت، علشان كده اليونت للاتش غير اليونت للكي. حاجة تانية، كي ديبنز على ايه؟ الثيرمال كوندكشن او سوري الثيرمال كوندكتيفيتي كي كانت ديبنز على ايه؟ كانت ديبنز على نوع الماتيريال. يعني افكرك، كي للكبر كانت بكام؟ ب 400، وكي للالومنيوم قول 200 250، كي للخشب 0.1 لانه باد كوندكتور، كي للهواء 0.05 تقريبا 5 من 100. طبعا اللي انا بقوله ده انت هتستغرب منه، انا بقول نفس اللي قلته في المحاضرة علشان يبقى مفيش حاجة مفوتينها في المحاضرة الاونلاين دي. ده اللي انا قلته في المحاضرة، الهواء ده يعتبر فلويد، يعني ميديم لانتقال الهيت باي كونفكشن. ومع ذلك لو انت فتحت اي كتاب هتلاقي ان فيه ثيرمال كوندكتيفيتي للاير، على ما ان معظم الناس كانت فاكرة ان الكوندكشن بيتم فقط في السوليدز. ما تنساش الكوندكشن الشرط بتاعه ان كل موليكول يعمل فايبريشن في مكانه وما يتنقلش من مكانه، والهواء من طبيعته ان الموليكولز بتاعته بتتنقل من مكانها لمكان اخر لانه جاز، تمام. فمفروض ما ينفعش يبقى فيه كوندكتيفيتي للهواء. لكن لو انا قلت لك حاجه، لو جبت لوح ازاز ولوح ازاز وحبست ما بينهم طبقه هواء مضغوطه، فطالما ان الهواء محبوس الموليكيولز بتاعته ما بتعملش ترانزيشنال موشن، ما بتتنقلش من مكان لمكان، خاصة انها في مكان ضيق زي كده لما يعملوا ازاز الشباك طبقتين ازاز بينهم طبقة هواء محبوس، ساعتها موليكيولز الهواء ما بيبقاش عندها حرية الحركة الانتقالية، وساعتها موليكيولز الهواء بتتصرف كما لو كانت في سوليد، يعني بيبقى ليها conductivity oscillation في مكانها وانتقال الoscillation، تمام. بس طبعا واضح جدا ان الهواء حتى لو اعتبرناه medium للconduction فالكي بتاعته بتبقى very 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 small، 5 من 100، يعني very very bad conductor، تمام. طبعا انا بقولك الكلام ده عشان لما تفتح اي مرجع وتلاقي كي للهواء ما تستغربش، السوليد والليكويد والجاز كلهم ليهم كوندكتيفيتي، تمام. بس على شرط ان الموليكولز ما يبقاش عندها حيز تتحرك فيه. المهم نيجي لموضوعنا هنا، يا هل ترى اتش ديبينز على ايه؟ اول حاجة اتش بتعتمد على نوع الفلويد، لو انا بردت الهوت بليد ده بمية غير ما برده بهواء، لما غير نوع الفلويد اكيد هتتغير الايه الاتش. وكمان الاتش بتعتمد على فيلوسيتي الفلويد، سرعه الفلويد، لو انا حبرد الهوت بليد ده بهواء طبيعي سرعته قليله قوي، الموليكيولز سرعتها بسيطه، اللي بيحرك الهواء اختلاف الكثافه، غير ما حرك الهواء بسرعة كبيرة، غير ما احط الهوت بليد ده في الشارع، في الشارع الهواء بيبقى عندي تيار هواء، يعني هواء متحرك بسرعة،
في الحالة دي اتش ايه تتغير. طبعا انا لو عندي هواء بيتحرك سريع هيشيل الهيت من الهوت بليت اسرع، يعني كمية الهيت اللي بتطلع من الهوت بليت كل ثانية اكبر، يعني الاتش قيمتها اكبر. ده لو كانت الفيلوستي ايه عالية، والعكس صحيح، لو الفيلوستي قلت اتش ايه تقل. طب ده اتش كمان بيعتمد على الفيسكوستي اوف فلويد، على اساس ان انا لو ببرد بزيت، والزيت ده في الصيف، الزيت في الصيف بيبقى فاكك من بعضه، درجة حرارته عالية فاكك من بعضه، اللزوجة بتاعته بتبقى قليلة، يتحرك على الهوت بليت بسهولة بسرعة كبيرة، و H تبقى قيمتها عالية. بينما لو نفس الزيت ده في الشتاء في درجة حرارة منخفضة، الزيت مولكيولز بتاعته بتبقى ماسكة في بعضها، والفيسكوستي بتاعتها بتبقى عالية، وحركتها بتبقى بطيئة، والـ H هنا بتبقى قليلة. طيب، وأقدر كمان أقول إن الـ H بتعتمد على السيرفس. من حيث إيه بتعتمد على السيرفس؟ أولاً بتعتمد على نعومة، لو كان السيرفس ناعم سموث سموث يبقى هتتحرك المولكيولز عليه بسرعة و H تبقى كبيرة، بينما لو كان السيرفس رف خشن تتحرك المولكيولز بصعوبة ببطء و H تبقى قليلة. طب حاجة تانية، لو أنا حاطط السيرفس بالشكل ده والفلويد بيحصل فلو، الفلويد بيتحرك بارالل للهوت بليت، يعني تيار الهواء موازي للهوت بليت. هل زي ما احط الهوت بليت في وضع رأسي وتيار الهواء يخبط في الهوت بليت؟ طبعا لا، لو كان الهوت بليت في وضع رأسي وتيار الهواء بيخبط فيه، كيو دوت هتبقى عالية و اتش عالية، والهوت بليت يبرد بسرعة، بينما لو كان السيرفس زي ما احنا شايفين هيبرد يمكن أبطأ. معنى كلامي ان الاتش بتعتمد على اكتر من فاكتور، تمام، لكن الكي كانت بتعتمد على فاكتور واحد اللي هو نوع الماتيريال. في الرول اللي فات الاتش عرفناها، الكونفكشن كوفيشن بيعتمد على اكتر من فاكتور، على ان هو بيديهولك ككونستانت في الاخر، ثيتا ماينس ثيتا فلويد، ثيتا دي تمبريتشر الهوت بليت، ثيتا فلويد اللي هي تمبريتشر الفلويد نفسه، الاريا، الاريا اوف هوت بليت المعرضه which is exposed to fluid، يعني هي اريا الهوت بليت المعرضه للفلويد. هل اقدر اقول على الاريا دي بيربنديكولار على دايركشن الهيت فلو؟ انا بقول دايركشن الهيت فلو مش دايركشن الفلويد فلو. الهيت بيحصل لها انتقال من تحت لفوق من الهوت بليت للفلويد، الاريا اللي انا بقصدها فعلا بيربنديكولار على دايركشن الهيت فلو اللي هي اريا الهوت بليت. طيب، يبقى احنا كده فهمنا الاكويشن اللي بجيب منها كيو دوت هيت انرجي ريت ترانسفيرد باي كونفكشن، تمام، وعرفت كل ترم ايه فيها. اخر حاجة عايز اقولها ان انا عندي نوعين من الكونفكشن، اول حاجة بيسموها فري كونفكشن. فري كونفكشن معناها ان موليكيولز الفلويد بتتحرك فري بدون مؤثر خارجي، تمام، زي كده باختلاف الكثافة، الطبقة اللي هنا تتمدد تبرد تطلع لفوق، تسخن تبقى خفيفة تطلع لفوق وتنزل بدلها طبقة تقيلة، ده الكلام ده بيحصل بدون مؤثر خارجي طبيعي، تمام. بينما عندي في حاجة تانية اسمها فورسد كونفكشن. فورسد كونفكشن يعني حركة الموليكيولز بمؤثر خارجي، زي لما حط للهواء ده مروحة، المروحة بتقلب الهواء بتزود سرعته، يبقى هو ده اللي بيسموه فورسد كونفكشن. ده الفرق ما بين الفري كونفكشن
الموشن بتبقى ناتشرال طبيعية، بينما الفورس الكونفكشن الموشن بتاعت الموليكيولز بتبقى نتيجة مؤثر خارجي، زي مثلا ايه؟ مروحة. زي ما انت كده كوباية الشاي تنفخ فيها، لما بتنفخ في كوباية الشاي علشان تبرد بسرعة، يبقى انت اللي بتحرك موليكيولز الهواء، بتحركها تتحرك بسرعة يعني يتم الكونفكشن بكفاءة أعلى. تمام، وإن شاء الله نشوفكم في المحاضرة اللي جاية بإذن الله.